ناري ناري ارواح نخبرك يا جاري اشنو طاري صاري بنات بحال دراري والله هاد القصة ماني داري دوماج لي جود لحد براح كله شوماج عقلية ولا تصوفاج نسي نورمال داتهم العجاج خونا يحكي بنية يقولوا فيه مدماج مي كومام سي با لا بين انا هنا بوغ لي زونكوراج كاين واحد السعادة راه محتاج بزنقة سبعة لي جون حسبو راهم دون لي كارج شارع ديما غيطار قاعدة فوق تروطوار وليسبري غايب ومحتار والقلب جعله فيه النار مي كومام صار اللي صار وعلج حبيب راه غار حب يجيب دي شانسو على الاوتار ولي بحالو بحال اللي ديب في انستار دار ودار ما بقى غير البار الويسكي والريكار كل ليله جايب عار العلم في العذب راه طار الموجز ما بقى له ما يختار الطوران في الزنقه والنعاس في الدار نفس الروتين بالليل ولا بالنهار سي با لا بان اون بليس عنده 4 بكالوريا احرار كيفاش نوعيو هاد البشر ولدي يصبح قبطان ولا كوماندار التونس يصبح خطار بحال صبار بحال كبار كلشي عقلو حار وزمان راه غدار مي كومام سي با لا بان معايا وحل العينين وكون في القلب حنين كون متفائل وما طلبش الحاجه في الحين روح وتامل في الدين يعطيك ما كنت فاقده هادي سنين ديجا كنت جنين ما تفكر بعقل وما تسمع بودين يا مي كومان سي با لا بان الزنقة 10 انت دايز وتصاد في الكشنة اللي عاش وقاسة هاد المحنة يحكي ليك ويعاود لك شكون احنا يوم من هاد الدنيا منها ما نهنا ما عدنا وما خصنا طول الموند يحبنا لي ديفز راحنا كنا في الحدب عشنا وعلى لي جون ديالنا غرنا والتجور راكو في القلب حينا ولا متنا مي كومان سي با لا بان شوف داك الجم في السيليسيون راه يشم كره الدنيا بكثرة الهم عقلو ديما بشطون ويخمم وفي الجيب ما يدور حتى درهم غادي في طريقه هو صاير يبرقم وعلى حقومة راحش يتكلم وفي البوانت راه يلم حتى في المنام ما بقى يحلم يا مي كومام سي با لا بان هذاك تحت الشجرة نطرة تبع نطرة وحدة حلوة وحدة مرة تذوقها من المشاكل تبرة وتهز راك في حصلة مهم في جرى اللي يجرى قاسيت وعشت من هاد الحقرة ديزولي راك غادي بلا بيس يساكو جو بيتيس مي كومام سي با لا بان مي كومام سي با لا بان وي وي باك لحد بويز اند ناو وي ار ديفلز تو ادفايس بويز اند جيرلز كوركت ايفريثينغ فولز يو وير بلاين ويز تويز اني وير ميد نويز اند ناو يو ار لايك ستريت دوجز مي كومام سي با لا بان المشاكل يومي على اليوم راه تزاد مش عارف 20 سنه راه شاب الامل والمستقبل خاب قولوا لينا يا الحباب سدوا جميع الابواب وضعوا لنا الصحاب الدنيا ما هي غير عذاب خطا راحوا فيه كل الشباب على باله باللي هي اللي كانت السبب ماشي هذا هو الجواب مي كومام سي با لا بان مي كومام سي با لا بان il faut toujours chercher le mieux et ne pas se dépêcher. Tu dois pas se fâcher, c'est la réalité pour ne pas la cacher. En tout cas, il faut repêcher, la terre va sécher, et vous n'êtes pas encore approché. Mais quand même, c'est pas la peine.